احنا في الاداره العامه لاقامه شؤون الاجانب نرحب بالاخوه المسافرين في مطارات دبي بلدهم الثاني، وفي هاي الفتره بدات تدفق المسافرين في ازدياد خاصه بالنسبه للمقيمين خارج الدوله، وان شاء الله استقبال السواح بيكون في 7/7. استعداداتنا على قدم وساق، الجوانب الاحترازيه موجوده بالتعاون مع الأخوة والشركاء في مطارات دبي. نشوف خلال الفترة هاي اللي طافت من 23 لين اليوم تحديدا الزيادة في عدد القدوم للدولة ولله الحمد خاصة في مطار دبي، وإحنا نرحب بكل زوار دبي وكل مقيمين دبي بلدهم الثاني، ويعني بدينا نرحب بهم وبدينا نحط لهم استكارات خاصة معنية في موضوع الترحيب بهم في بلدهم الثاني.